بعد طول انتظاره من كثر الفرحة بالخبر ما رحبتش فيكم. وأخيرا السلطة الوطنية الفلسطينية تعلن عن تشكيل وحدة الشتم والسب. لكن شو قصة هاي الوحدة وشو مهامها؟ راح يكون هذا الحكي بعد الشارة، ضروري تستنونا. أهلا وسهلا بكم في حلقة الشتم عفوا حلقة على السوشيال. إحنا يكون في عندنا تعليمات للتصدي للاحتلال ما في عندنا مشكلة، لكن إحنا ما في عندنا أي قرارات أو أي إجراءات من أجل التصدي للاحتلال. إحنا موجودين من أجل حماية أبناء شعبنا، من أجل الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في كل محن. وهل لديكم مقدرة على التصدي للاحتلال سيد جاد؟ يعني حتى لو ما كانش عندنا مقدرة، وذلك أضعف الإيمان بنسب عليهم. هذا يا سيدي العزيز بيقول لك وحدة الشتائم والسب راح تحتوي على فرقتين أساسيات، فرقة لواء أول شتائم من الزنار وتحت والعياذ بالله، وفرقة ركن أول شتائم كلاسيكية. ورح يصير آلية العمل إنه كل يوم في تدريب صباحي في طوابير تتجه نحو هدف مرسوم في المعسكر التدريبي، وبصير يا سيدي العزيز كل عنصر أمن بهاي الوحدة يطلق شتائم لحين موعد تنفيذ العمليات. بالنسبة للعمليات راح تكون كالتالي: راح تتحرك مجموعات بسيارات مدنية نحو حواجز عسكرية ويكونوا ملثمين، بس مكان الفم رح يكون مفتوح. ليش؟ لأنه هو السلاح الفعال، هو السلاح الفعال، ورح يتم توزيع سكر فضي على أفراد الوحدة بانتظام، وأفراد الوحدة الخاصة من وحدة الشتائم رح يتم توزيع الزنجبيل بالعسل عليهم. طيب يا سيدي، بعيدا عن السخرية والتهكم وقريبا من معاني الرجولة والشرف، رح يكون الفيديو التالي. اللي بطلع راسه من الشباك حطوا إياها بين عينيه. نار، إطلاق نار متبادل. أعلن بدء الحرب على الاحتلال الصهيوني بكل ما فيه من قوة. هذه كانت ردة فعل الشباب المقاومين، ولكن شو ردة فعل أهالي هؤلاء الشباب؟ شباب زي الورد يا أمي يا حبيبي، شباب زي الورد، زلزلوا كيان إسرائيل يا ستي، زلزلوا كيان إسرائيل، والله اللي شافوهم وهم أنا ما شفتهم يا ستي، يا ريت لو اني شفتهم، والله ما شفتهم يا ستي، اللي شافوهم يقولوا اليهود يجروا يتدعثروا في الأرض من شوفهم بدون ما يطخوا، زلزلوا الدنيا كلها، اليهود رجعوا فاشلين يا زلزل. الحمد لله. يبدو أن هؤلاء الأمهات ينجبن على فطرة المقاومة ويفطمن عن المقاومة، فإذا رأينا فعل الأبناء أصابهن فرح الفطرة الأولى، صبغة النشأة والتكوين الأول. لأن سلمت عليهم حكوا لي خلص يما، هاي شفتينا يما، شفتينا وإحنا كيف باللعب فيهم يما، اثنين نفس الإشي يحكوا لي، شفتينا يما كيف لعبناهم لليهود، شفتي كيف وإحنا بالرشاش، أنا أعيطهم مبسوطين على حالهم الحمد لله رب. الشباب فرحتهم فرحة منطقية، لأنهم شايفين حالهم بهزوا بكيان كل دول المنطقة عملت منه شبح، وهذا الشبح لا يمكن حتى وكزه. مسيرة الوكز، هناك هدم وتشريد عائلات كاملة في القدس وفق سياسة الاحتلال، لكن هون أنا بحب أطمئن هذه العوائل وأقولهم لا تقلقوا من أي هدم وتشريد، اقتطاع شاكل الاتصالات ما زال شغال ورح يوصلكم الدعم بإذن الله عز وجل. بس السؤال الأكبر إنه بعد ما يوصلهم الدعم وين بدهم يبنوا من جديد؟ ما هي المشكلة مشكلة نزاع على الأرض، وهيك بنكون دخلنا بالسياسة، والسياسة هي حلول للمشاكل، والمشاكل وجع راس. احنا كبرنا يا سادة نعمل حملة شيك الاتصالات مش حل مشاكل. لهيك ننتقل على الفيديو اللي بعده بكل سلاسة ونحاول ناخذ حبتين بنادول وندفع فاتورة الاتصالات وننسى. ما بتحزروا ما بتحزروا. انا وين
تفضل على هالعينة يا أخي، بتحسها مش عايشة معنا أو بتستهبل وجاي من رواية أليس في بلاد العجائب أو هاربة من عالم ديزني. يا أختي أنت عايشة معنا هون وسامعة بإشي اسمه صراع عربي إسرائيلي نيلي بطيخي، طب شو موقفك من إقامة المونديال القادم بأمريكا؟ طب هل تعتقدي رونالدو رح ينجح مع نادي النصر السعودي؟ طبعا أكيد هسا رح تحكي لي على فكرة أسئلتك غير منطقية، وأنت كمان زيارتك اللي إن شاء الله ما ترجع منها غير منطقية. لا، واللي بيعجبني بهذول الناس الاستعراض، إنه مرحبا أنا زرت إسرائيل، يلا شوفوني شوفوني، يلا عصبوا عصبوا. كل التضامن مع سوريا وتركيا لضحاياهم، وواضح انه الاقصى نبض هذه الامه، لما يتوجع حدا فيها بحس فيه على طول الاقصى واهله، لكن اللي مش قادر اتجاوزه كيف انفتحت سريعا جسور جويه مع تركيا، وهذا شيء بنحييه، ولكن سوريا لسه يبدو انه الانسانيه توزع فيها على حسب الهوى السياسي، احنا كفلسطينيين اسم الله علينا خبراء بهذا الموضوع، موضوع توزيع الانسانيه الاعوج، الله وكيلكم، احنا كمان خبره فيه من 75 سنه، لهيك اهلنا في سوريا لا تحزنوا، دمتم بنبض واحد، دمتم بقضية.